استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجيه الاريتريه عثمان صالح. واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيس السيسي تسلم رساله خطيه من الرئيس السياسي افورقي تضمنت الاعراب عن تقديره للرئيس السيسي وللعلاقات بين البلدين الشقيقين. والاعراب عن التطلع لتعزيز التشاور والتنسيق بشان القضايا محل الاهتمام المشترك. وهو ما ثمنه الرئيس السيسي مؤكدا حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزه والتعاون الثنائي بين الدولتين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركه. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجيه الاريتري عثمان صالح وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين في الخارج واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه بالاضافه الى سفير اريتريا بالقاهره. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم رسالة خطية من أخيه الرئيس أسياس أفرقي تضمنت الإعراب عن تقديره للسيد الرئيس وللعلاقات بين البلدين الشقيقين والإعراب عن التطلع لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزه والتعاون الثنائي بين الدولتين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركه خاصه في ضوء تزايد التحديات الاقليميه التي تستوجب تكثيف التباحث بشان سبل التصدي لها وفي هذا السياق تناول اللقاء الاوضاع الاقليميه لا سيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الافريقي والبحر الاحمر حيث تم تاكيد حرص الدولتين على مواصله التنسيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات وذلك على النحو الذي يدعم الامن والاستقرار في المنطقه